مسؤولية الجميع اليوم أن يقف سواء كان على مستوى الكتل السياسية، الفاعل السياسي، بنفس الوقت المرجعيات الدينية، كلها يجب أن تقف صفا واحدا لمنع حدوث هذه الفتنة التي يراد منها حقيقة تدمير العراق، وضع السيادة في المحك. نستنكر العمل الإجرامي الذي قامت به بعض المجموعات الخارجة عن القانون. هذا الاستهداف لا يطول سيادة رئيس الوزراء وحده، بينما يطال الشعب العراقي ككل. ما حدث البارحة كان واحدة من المساوئ اللي دائما العراقيين البسطاء يحذرون من عنده. هذا دليل واضح على ضعف هذه الدولة بكل سلطاتها، ضعف هذه الحكومة بكل سلطاتها.